بسم الله الرحمن الرحيم. نحن خلقناهم وشددنا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا إن هذه تذكرة. ما شاء الله فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا نحن خلقناهم وشددنا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاء وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما الله أكبر بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف لإيلاف
بقريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع قرآن مجید کی تلاوت کی سعادت حاصل کر رہے تھے قاری ظہور احمد شاہ صاحب اتحاد القرآن پاکستان کے پی کے کے نائب صدر تھے اتحاد القرآن پاکستان کی جو مرکز